مش عليكم نروح نشوف تارا ما في المونديال مع صلاح. اهلا لا فامي كاع اهلا كاع خلاص شوف نهضر معك فوديل انا صايفي اليوم انا حاب نسمع هضره جامي قلتها لي نسمعوها اليوم في تارا مطار الصايفي شكون صايفي وانا صاحبك ياك نقولك شاد الغيبة يا خويا كنا كيف 99 2007 ما تهضرناش واش كاين ما تهضرناش انا اللي عيط لك ماكش ترفد لي خويا لا جامي شي دوب 033 ولا شحال كيفاش نرفد لك ابل ماسكي ابل ماسكي مور الحصه نرفد لك ان شاء الله هاي خلاص ما نطولوش عليكم نخليكم تشوفوا لو زوم تاع صايفي هذا الخطره راح يكون شويه سبيسيال تابعوا معنا ونعاودوا نولوا مانيطو 1 2 3 في باراجيري 1 2 3 نجم السهرة القائد السابق لمحاربي الصحراء معشوق جماهير المولودية وصاحب المهارات والفنيات العالية ابن العاصمة وصاحب 35 سنة أقدم عنصر في صفوف الفريق الوطني واللي قال عليه المدرب أرسن فانجر أنه ثاني أحسن لاعب جزائري في فرنسا بعد مخلوفي بيان سور شكون ما يعرفش رفيق فوق التيران يدريبلي ويماركي وفي مشوار احترافي تلقى غير بطاقة حمراء واحدة برافو عليك يا رفيق واش نزيد لكم رفيق دار قريب كاع العالم ولعب في شحال من فريق 99 مع نادي تروا 2004 مع إيستر 2005 مع أجاكسيو وفي 2006 مع لوريون ومؤخرا مع نادي الخور وانتوما يا المعجبات تاع وليد المولودية نقول لكم باللي رفيق تزوج في 2007 والألقاب تاع رفيق أفضل لاعب جزائري سنة 99 أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في سنة 2007 والكرة الذهبية الجزائرية سنة 2008 والشخص اللي خلاه يعشق الكرة هو الأسطورة رابح ماجار إن شاء الله كيما داروها الأبطال كونتر الألمان تعودوها يا رفيق وصحابك كونتر الماريكان يا الشنوي يا اللي مشي تايوان 1 2 3 في باراجيري 1 2 3 في باراجيري خلاص الخطره الجايه لزوم راح يكون فوديل دوب عليك ندير تصور هادو اللي جازو دوب صح من 2007 ان شاء الله لعبوا في الكاب فير ليكيب ناسيونال عيط لي من تما 12 تاع الليل كنت انا في بجايه نلعب عيط لي قال لي العرس تاعي نهار ثلاثة وكنت انا كانت عندي ارتباطات ما قدرتش نجي من تما ما زدناش لاقينا لا في تليفون لا بالمناسبه نحييه وان شاء الله يكون مليح خلاص مور الحصه جيب لي الكادو تاعي شي برك سيرفيس تاع خلاص دوك نروحوا لاخبار صحافه عبر اخبار رياضه عبر الصحف الوطنيه الخبر الاول يقول على بالنا كاع بان هجوم الخضر هو المشكله التي تؤرق الناخب الوطني فهل سيجد سعدان الخلطه المناسبه لدك شباك المنافسين في المونديال الاخصائيين قالوا بان صايفي سيكون ورقه رابحه وقد يكرر سيناريو زومبيا علاش لا ان شاء الله نقعدوا دائما مع الفريق الوطني اللي راح يجري التربص تاعو في سويسرا الفاف حجزت فندقا باكمله لتربص الخضر في سويسرا في سويسرا 13 من شهر ماي 13 من شهر ماي ولكن من جهه اخرى لاعبو انجلترا سيبيتون في الخيام من اجل التحضير لكاس العالم راح يباتوا في ليطونت هذه مليحه لينا سماح يقتلهم الناموس الدبان اللي بيع على جافير صباح يديرونجيهم وي ما شكيتش ما كانش منها كاع نقعدوا مع الفريق الوطني قال لك تقارير عالميه تحدثت عن حب الجزائري لرفع التحدي وتجاوز الصعاب وصابوا بان اللاعب الجزائري الاقوى معنويا في المجموعه الثالثه وي دوكا نروحوا لفقره الركن الاخطاء السبعه جبنا لكم حليش وشبيه ديالو ونشوفوا الا يتشبهوا صح ولا لا ما كان والو شبالو شوية لا طيب. لا طيقة 5% شحال 5% انا نمت ايا معليش نحييو صحابنا لي ديزاد يوتيوبر هما اللي راهم يديروا في هاد التصاور دوكا قبل ما نروح لو زابينغ فيديو عندي سؤال لك فضيل ما انك بحكم مشاركتك مع الفريق الوطني عندك اربع مشاركات ياك واش تقدر تقول هاد الشباب اللي راحين يدخلوا كاس العالم في ايام قليله وبالك نصائح تاعك تفيدهم بيان سور واش نجي نقول لي جوار تاعنا انا نجي نقول لهم بلي لو فات لي تكاليفيو لا كوب دي موند ولا كوب دافريك سي ان ديفي بريميرمون باسكو عندنا بزاف ما شفناش هذيك الاجواء هذيك تاع ليك ناسيونال عندنا بزاف ما شفناهاش
وين تشوف دوك الناس كبار صغار كاع اطاشي ليكيب ناسيونال ولهم انا يروحوا سون كومبلكس باسكو راح نلعبوا كونتر دو غرون زيكيب ناسيونال كيما كيما الامريكان كيما الاخر انا نقول لهم مام الصحافه والاعلام ما يضخموا لهمش الاخر باسكو يزيدوا يديروا لهم الستريس هذاك صح انا نقول واحد كيشوف الموت يستقنع بالحمى احنا كنا نروحوا كاع دوك انا نروحوا هذيك هي صح المهم ماشي المشاركه المهم ان شاء الله الدوزيام نشرفوا الجزائر وخلاص ان شاء الله واش رايك نتاهلوا للدور الثاني واش رايكم اسمع حبيت تسقسي حسن برك حسن دوب لو كان يلعب بك سعدان كونتر الانجليز شحال تماركي الشاوشي باه راه صعب لنا ان شاء الله كما قال لك فودي ان شاء الله رانا معاهم قلب ورب وان شاء الله يفو با تاني ديكوراجيوهم عفسه صغيره كاشم تي ديفون طيحوا عليهم كريتيك ومنا منا ماشي مليح باسكو واش راهو صاري في الميدان تاع الفن الور في الميدان تاع غير مع الفن الرياضه الميدان الفن ما نحكيلكش ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله يفرحونا وما نكون واش يكون ان شاء الله رانا معاهم بالخساره ولا بالربح هذه هي ربي يوفقهم ويوفق كاع لنا الجزائر ما جاوبتونيش نكاليفيو دوزيام تور ولا لا لا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص دوك نبين لكم بلي رايحين نتاهلوا للدوزيام تور ان شاء الله يلا قلت لكم انا حصريا كما عودناكم استجواب درناه مع دافيد بيكام باش نبين لكم بلي راهو خايف منا هو ثاني وقالنا علاش تبليسه خلوه هو يقول لنا ونعاود نقول يلا مانيطو نقول لكم حاجه هبلتني بزاف بزاف جامي دخلت لي في بالي الجيريا اللي فيناك واحد ليكيب يسميهم الجيري ما على باليش ما كنتش نعرفهم من الاول بصح نهار اللي شفتهم في لاكوب دافريك شيبا ما فهمت والو بون ماشي معنتها راني خايف ولا كش ما نقولو ولا مي ما نقولوش راني خايف مي كرشي جاتني كل شي داتني بزاف ملي شفتهم ربحهم مع كوت ديفوار انا لعبتها زعما مبليسي زعما تبليسي مع ميلونسي مبليسي خلاص ما نلعبش ونتهنا وما طيحوش مع لاجيري شويت في هذاك الماتش لعبنا مع تشيفو فيرون ميلونسي تشيفو فيرون شوف التبيات تاعي كيفاش ان شاء الله برك ما يفيقونيش لا فيديراسيون مي ماشي مرقه بزاف مي واحد ما قاسني وبديت نصوتي وحدي شوف كاش ما كانت بليسيت وما قلت لهم الاربي تبدل بدل ومع ذا تحت تغيشيت هذا ما كان هذا ما صار ولا بدون تعليق داك بس ما درها بلعني شوي لاش معنا والله خاف مزايا نربحه نربحه كينا منها دايما تصامت يعني دايما تجيب لنا لي غير لي ستار بريك اسمه مشي صامت زي ما درسوا صامت طبعا حتقولي لي قعد معنا ما تروحش فوالا هدي يا صالح يقعد معنا بصح تولينا الأسبوع الجاي بأخبار أخرى جديدة ياسر ستار بريك فضيل انت من لاعبي اللي خليت طبعا بصماتك في فريق مولودية الجزائر